لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما خلال برنامج الملاتي مع فقرتنا المتنوعه. واليوم كتحضر معنا ضيفه جديده في البرنامج السيده فتيحه العماري اختصاصيه في مجال الحلاقه والتجميل. اهلا بك ومرحبا بك معنا اليوم. نعم شكرا الاخت سناء. مرحبا لالا. اولا تنشكر ميد غاديو اللي كتعطي فرصه للاخصائيين فين باش يعطيو النصائح ديالهم في نفس الوقت يفسروا بعد التقنيات اللي هي غامضه واللي هي في حد ذاتها تتسبب مشاكل عديده في المشاكل ديال الشعر. اولا باش نقدم. نعم. يا سمحتي. كيف ما قلتي وصراحه مرحبا بك من خلال برنامج الملاتي على ميد غاديو. اكيد المستمعات غادي يستافدوا منك وغادي يستافدوا من الخبره ديالك الطويله يعني الاكثر من 20 سنه في مجال التجميل والحلاقه. فقبل ما نمشيو اليوم غادي نتكلموا على الديفريزاج اللي هو الترطيبه. قبل نبغي نعرف المستمعات بك فتيحه العماري، يعني انت مديره تقنيه بشركه كومو فارما لتوزيع مواد تجميل اختصاصية في مجال الحلقة والتجميل بخبرة ديال أكثر من 20 سنة وصاحبة معهد التكوين في مجال الحلقة والتجميل بالمحمدية. تبارك الله معنا خبيرة الشعر والتجميل حرية شوية اللي كتشارك معنا وحتى هي كتواصل معنا وحتى هي من المحمدية، كأنه تبارك الله مدينة الزهور عطاتنا جوج ديال الخبيرات اللي غنزيدو نستافدو منهم من خلال البرنامج. فنمشيو مباشرة لهذا الموضوع اللي صراحة ما كنتكلموش عليه بزاف، ربما كنتكلموا على بزاف ديال المشاكل التجميلية اللي كتصيب الفروة ديال الراس واللي كتصيب الشعر ولكن كنتناساو الديفريزاج الترطيبه. اول حاجه نبغيو نعرفوا شنو هي الترطيبه، شنو كنقصدوا بالديفريزاج. تنشكرك بزاف الاخت سناء لانك تنبهينا لواحد التقنيه اللي هي بالفعل خطيره جدا وتسببت في عده مشاكل. بحكم الخبره اللي عندي انا في المجال مارست اكثر من 24 سنه صادفت بزاف ديال الزبائن اللي عندهم مشاكل جات سقوط الشعر او حتى الشعر ديالهم يعني ضاع تقصف تيتكرفس لوكوير شوفيلو ديالهم مرض بزاف المشاكل وكل هاد المشاكل الغالب ديالها انها تتنتج على هاد الترطيبه. الترطيبه اولا كنحب نفسر الترطيبه شنو هي الترطيبه. هي واحد الماده اللي هما معروفه، ماده ديال الترطيب معروفه عند الجميع انها تتبع في المارشي في السوق في الى اخره. اشكال وانواع كثيره ولكن الناس ما تيعرفوش شكون هو النوع اللي هو مفيد او النوع اللي هو ما تيتسببش خطوره. اذا هاد الماده اللي هي كنقولوا ديجا نقولوا حنا الديفريزاج هي المواد اللي تتكون رخيصه يعني في المارشي تتكون مواد مكونه فيها ماده خطيره هو الاسود، وهاد الاسود معروف انه ماده قاطعه الا استعملناه بواحد الطريقه مفرطه وما عرفناش نستعملوه بالتقنيه الصحيحه لا بدا تتسبب لنا في مشاكل. اذا هذه بالنسبه للمواد. اذا المواد اللي تتكون مزيانه هي المواد اللي ما كتكونش فيها الاسود، مواد بطبيعه الحال اللي خص السيدات يقتنيوها من مثلا من عند اما شركات مختصه كتجيب مواد ديالها تتكون ام يعني لقيت. هذه مسؤوليه ديال السيدات ملي بغيو نديروا الديفريزاج الترطيبه نحاولوا اننا نشوفوا يعني العبوه ونشوفوا واش مكتوب فيها واش فيها الاسود ولا لا. انا من في نظري تنصح السيدات انهم يستشروا مع الخبيرات يعني صالون لو كوافور ديالها. دونك ملي كتمشي عند الكوافور ديالها تتستشر معاه باش هو تيوريها شكون هي الديفريزاج اللي كتكون اللي تتكون مزيانه، يعني كوزميتيك ما فيهاش الماده ديال الاسود المواد اللي هي خطيره وفي نفس الوقت تعطيها ماده اللي تتصلح النوعيه ديال شعرها، حيت ماشي كل شيء المواد تنديروهم شعر واحد، يعني خصنا نعرفوا بان كاين انواع متعدده ديال الشعر. فوالا كاين نوعيه اللي هي حرشه بزاف واقفه، كاين نوعيه اللي تتكون شويه، كاين نوع اللي تيكون غير مشوه، كاين نوعيه اللي تتكون افخو سافيدير لي شوفو افريكان. اذا حنا حسب البنيه ديال الشعر كيمكن لينا ننصحوا زبونه اشمن ماده تاخذ، وملي تنعطيو الماده كيخصها تمشي تاخذ الماده من المحلات اللي تيكونوا تيبيعوا المواد اللي هي هذه. الا يعني كيف قلتي لنا هاد النصائح الا كانت في استشارات ديال اختصاصيه يعني في التجميل وفي الشعر. ولكن احيانا كثير من السيدات اللي كتقول لك انا كندير الديفريزاج هذه اكثر من 10 سنين ولا 15 سنه فيعني ربما العام الاول العام الثاني غادي تمشي عند اختصاصيه ولكن من بعد كتولي عارفه التقنيه كيفاش كتصيب على الشعر، كتولي عارفه شنو هو الكريم اللي كيناسبها وبالتالي يعني ما كتبقاش هذاك العلاقه ما بين الاختصاصي وما بين يعني شنو هي السيده ولا الفتاه اللي كتستعمل هذه الترطيبه شنو هي الحويجات اللي تاخذهم بعين الاعتبار وتحتاط منهم في الوقيته اللي هي غتقتني وغتشري هذا الكريم ديال ديفريزاج. انا تنأكد على ان ماده ديال الترطيبه الزبونه ما تديرهاش لراسها وما تشريهاش لراسها. لماذا؟ لانها دائما تتبقى هو موضوع خطير
والزبائن ما تحسوش بالخطوره ديالو، لان المشاكل ما كتنتج سوغ بلاص، ماشي تم كيوقع المشكل. المشكل كيمكن يترتب، وهذا اخطر ما كاين، وان مشاكل الترطيبه كترتب على واحد المده، واحد مثلا واحد سنتين او ثلاثه سنوات او اربعه سنوات. والخطير في الامر هو ان الماده ديال الترطيبه كتقتل داك لوبول كابيلا، ما كتخليهش مازال يعاود ينوض. البصيلات ديال الشعر اللي مسؤولين على النمو ديال الشعر، اللي مسؤولين على النمو، هو اللي كيخصل العناصر تجمع في هذاك البلاصه باش كتعطينا تكوين ديال الزغبه. الوغ في هذوك المناطق اللي هي كتكون تحت الجدر، يعني البصيلات اللي كيخصهم يعطيونا الزغبات، هذوك ما تيبقاوش مازال يتكونوا. اذا هذا هو اخطر ما كاين. لهذا وان تنبهوا عبر هذا الغاديو تنبهوا جميع السيدات يحتاطوا من هذا الترطيبه. يعني هذا هو علاش كنقول لهم استشروا باش ما تطيحوش المشاكل ديال المواد. إذا سمحتي فتيحة، كنعرفوها لأنه للأسف كثير من الفتيات والسيدات كيف ما قلنا تيعملوا هاد الديفريزاج ترطيبة لسنوات طويلة من أجل ديال الترطيب ديال الشعر، ولكن من بعد كيف قلتي على مدى سنة ولا سنتين فما فوق كيبداو يعاني من واحد المشاكل هي كثيرة، يعني كيبدا يحرش الشعر أكثر وكيبدا يخفاف، كيبدا يتساقط بواحد الحده اللي هي قويه كتهلك الزغبه من جهه، وكيولي يعني كيبداو يتواصلوا معنا السيدات اللي كيقول لك الشعر ديالنا في الوسط ديالو كيبدا يتمزق، يعني كتبدا بحال الشعر يعني وكانه كيولي الشعر عندها شعر قوي عادي، ولكن في بعض المناطق وكانه فيها التونيه ولا كيبدا يتمزق الشعر. الاضرار اللي ممكن انه تلحقهم الديفريزاج واش كتمشي كيف قلتي خصنا نشوفوا نقتنيوا على حسب الاختصاصيه اللي نستشروا معاها ما تكونش فيها الصود، وبالنسبه للتقنيه واش حتى التقنيه الا ما صايبناش الديفريزاج مزيان ولا ما احترمناش المده ولا عاودناها في واحد الوقت قصير ممكن انه تلحق ضرر بالفروه ديال الشعر وبالشعر. اكيد ان التقنيه تتلعب دور كبير في التقنيه، يعني باش نديروا العمل ديالنا يكون عمل صحيح. اولا خاص الزبونه ما تحاول ما ديرهاش راسها، خاص الزبونه ما ديرهاش راسها في الدار. علاش؟ لان الزبونه ما غاديش تعرف الميلونج، يعني البرودوي ملي غتبغي تحطو راسها ما غاديش تحطو بواحد الطريقه صحيحه. ثانيا الزبونه ما تعرفش تحسب الوقت، كيديروا اخطاء شائعه في التوقيت ديالها. حنا من المعروف ان لي برودوي دي فريزون كيخصنا ما نفوتوش فيهم 10 حتى لربع ساعه ديال الوقت. الوغ حتى لربع ساعه يعني في الشعر ديالنا كله ملي كنكونوا كنجبدوا فيه خاص ديك التقنيه ما نفوتوش فيها ربع ساعه. التقنيه بتجباد وكلشي وطون دو بوز وكلشي كيخصها تكون 30 دقيقه با بلوس. لان ما نساوش بان كيف دائما كيف قلت قبيل بان هي ماده كيماويه، وهذيك الماده الكيماويه كيف ما كتبقى في الشعر كيف ما كتبقى تاكل لينا في الخلايا ديال الشعر. الا تحطات على الجلده كتبدا تك الجلده، لان عندها ان بوفوار حتى كتدخل في قلب الجلده باش كتوصل البصيلات. وإلا حطينا على الشعر مثلا ديالنا لاكيغاتين ديالنا ما كتقدرش تقاوم داك الخط المفعول، يعني داك التفاعل القوي ديال هذاك التفاعل الكيماوي ديال الماده. وحنا سابقا قلنا بان المواد ديال ديفريزاج، انا تنأكد بكل صراحه بان المواد ديفريزاج اغلبيتها هي مواد قاطعه صعيبه. إذا لا إلا ما يكون عندها تأثير على المدى البعيد ولا على المدى القريب، القريب والبعيد النوعية ديال الشعر ديال كل سيدة، القريب والبعيد. كاين بعض السيدات ما كتبانش المشاكل ديالهم على بعد واحد 6 شهور أو عام أو يعني سنوات، كاين في مدة قصيرة ممكن. كاينين كاينين زبائن اللي أنا صادفتهم في الخبرة ديالي هو أن الشعر ديالهم تحش لهم سوغ بلاس داكوغ. دونك هنا تنديروا واحد النقطة ديال أننا تنأكدوا بأن التقنية تتبقى حتى هي مهمة. كاين فيها التوقيت أولا، كاين الطريقة باش كتحط المادة، كاين التوقيت ديالها، كاين أشنو كدير الزبونة ملي كتحط المادة، شنو كدير في شعرها، واش كتسحلبو بيديها أو تدير شي حاجة سخونة أو تدخل به الحمام تتبقى. واخا غادي نتكلموا على هذه النقطة، نرجعوا نتكلموا عليها لأنه مهمة بزاف وكنصادفوها كيف قلتي في الحمام البلدي. ولكن بعد الفاصل أكيد مستمعينا مازالين موصلين رفقة السيدة فتيحة العماري اختصاصية في مجال الحلقة والتجميل، اليوم كنتكلموا معها على الترطيبات ديفريزاج. ففاصل ورجع. أنا بكم مستمعينا مازال مستمر، مازال حاضر معنا فتيحة العماري اختصاصية في مجال الحلقة والتجميل، اليوم كنتكلموا معها على المشكل ديال ديفريزاج، شنو هي الطريقة الصحيحة باش نحطو على الشعر ديالنا، شنو هي الأضرار ديالو، والتقنية ديال الاستعمال ديال هاد ديفريزاج ترطيبة. كنا كنتكلموا على واحد النقطة مهمة اللي أشرتي ليها، كاين بعض الأخطاء اللي ربما كيقوموا بها بزاف الفتيات والسيدات واللي عندها تأثير على الفروة ديال الراس وعلى الشعر بالكل. كاين اللي كيصبغ الشعر ديالو، كاين اللي كيدير ترطيبة ديفريزاج وفي واحد الوقت قصير إما يومين ولا 3 أيام، كاين
كيصبغ الشعر ديالو، وكذلك كيضيف مواد كيماويه يعني مصنعه ديال الصباغه ديال الشعر، اولا اسبوع كيجمعهم ما بين ديفريزاج ترطيب وما بين الصباغه ديال الشعر. كاين كذلك اشخاص وسيدات اللي كيديروا الديفريزاج وكيمشيو للحمام وكيبقاو في السخون، اولا كيديروا الكاسك يعني ديال الخاص بالشعر باش كيبقاو في ديك السخونيه باش كتزيد انها تبت على الشعر. بالنسبه للنقطه الاولى ديال الصباغه والديفريزاج، السيدات خصهم يعرفوا مزيان بان الصباغه هي تقنيه والديفريزاج هو تقنيه، اذا ما يمكنناش نلاقيو جوج ديال التقنيات في دقه واحده. لماذا؟ لان احنا دائما خصنا نفكروا في القدره ديال المناعه ديال شعرنا، واش الشعر ديالنا عنده المناعه باش باش يتحارب مع هذه التقنيه. لان كيف ما كان الحال الصباغه هي مواد كيماويه، ما تنساوهاش، ديفريزاج مواد كيماويه. اذا الا لقينا جوج ديال التقنيات على شعرنا فواحد الوقت اللي هو فواحد الوقت اللي هو قصير، الشعر بطبيعه الحال غادي يعاني وغادي وهذا الشيء غيتسبب لنا في اضرار وغادي تبان مشاكل. انا تناكد على السيدات وعلى الزبائن اللي تيسمعونا، دونك في الخبره ديالي في المحل وفي الخدمه ديالي الطويله صادفت بان بزاف الزبائن اللي كننصحوهم باش ما يديروش هذا المشكل، هذا يديروا العمليات متقاربين ومع ذلك وتيطيحوا في مشاكل. لماذا؟ كنعاود ناكد بان الشعر الطبيعي ديالنا عنده واحد القدره، عنده المناعه، سكون ابل سي 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 لا ديفونس ناتوريل. دونك هذا الشعر ملي كنعطيوه لا كولوراسيون هذيك المناعه تضعف عنده، وكنزيدو ديفريزاج ومن غنزيدو لو ديفريزاج ماشي غنضعفها غنقتلها، صافي دير اون فا ديتروير كاع هذاك ديك هذاك المناعه ديالو كلها غتمشي. اذا شكون اللي غادي يقدر يقاوم لينا؟ اذا هنا في هذه الحاله الشعر ما تيقدرش يقاوم، كتولي الشعر كيتسبب في اضرار يعني دغيا كتبان. باش نقول لك واحد المده مثلا عام او عامين ربع سنين او ربع شهور او ست شهور، لا خاصه مع التقدم في السن يعني في 20 ماشي 30 يعني حتى الواحد تتولي بلا سن بلا حتى حاجه. واخا تكون كاع البنت عندها مثلا غير 16 عام ولا 18 عام ولا 20 سنه يعني شابه، وإلا دارت هذه العمليات بجوج لانها خصها تعرف بان شعرها يمكن لها تضيعو في واحد اللحظه. اذا لهذا السبب كنصحوا الزبائن باش يباعدوا تقنيه مع تقنيه. الا كانت كدير ديفريزاج مثلا وغدير لا كولوراسيون، دير بيناتهم واحد مثلا واحد 15 جوغ 20 يوم واحد شهر، وتقوم بعلاجات اللي غادي نعطيهم في اخر ديال الحصه. واخا. وبالنسبه للسيدات اللي كيديروا الترطيبه وكيمشيو بها للحمام يعني كيبقاو في السخون، خطا خطا. لماذا؟ سي تري سامبل، يعني ملي تندخلوا الحمام جميع المسام الجلديه كتحل، جميع المسام الجلديه كتكون كتفتح بالفعل الحراره. اذا حنا ملي تنحلوا المسام الجلديه وكترتفع لنا الحراره ديال الجسم الى اخره دو حتى ديال الكوير شوفيلو، ما كتبقاش لا ديفونس عاوتاني حتى هي كتهبط، وهذاك الماده كتسرب بطريقه اللي هي سهله. يعني كنضعفوا البصيلات ديال الشعر، كنضعفوا البصيلات والمسام محلوله والجلده تترهف مع الدوره الدمويه سخونه. اذا ملي تتكون دوره دمويه سخونه تنكون يعني الجلده بحال كتستقبل اي ماده. اذا هذيك الساعه لو ديفريزاج تيدير لنا المشاكل. ما يمكنش الحراره غير منصوح بها بالمره، يعني ما نكونوش في الحمام فوالا، ما نكونوش حتى الكاسك ولا مثلا السيشوا باش نسخنوا، من الافضل نتفاداو هاد توت لي سورس دو شالور. لا كان كاسك ولا حمام ولا سخونيه ولا مثلا بلاستيك ولا شي حاجه، لا كنديروا دير الترطيبه وتنخليوها تنديروا الترطيبه وتنخليوها يعني في واحد لاغليبغ يعني في الهواء ديالنا، وكنخليو الجلده ديالنا تفاعل بواحد الحريه ديالها في الراحه ديالها باش البرودوي ما تيعطيش التاثير ديالو اللي هو تاثير تيكون سلبي. واخا اكيد غادي نكملوا بزاف ديال النقاط المهمه بزاف بالنسبه لموضوعنا اليوم ترطيبه ديفريزاج. رفقه فتيحه العماري اختصاصي في مجال الحلاقه والتجميل، غادي نمشي مباشره لاستقبال المكالمات الهاتفيه ونتعرفوا على التساؤلات ديال كل المستمعات معنا. وفاء من المحمديه اول مكالمه. الو وفاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وفاء لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله الله يبارك فيك. عافاك بغيت نسول. اييه تفضلي. عافاك انا دابا تندير الترطيبه، مول تخيفا هكا 15 عام وانا تندير في الترطيبه، المهم ما اثرتليش على شعري، هو كان غلط بزاف ولكن المهم دابا ما بقاش مع الولاده ومع داك الشيء. المهم غير انا اخر مره دابا درت الترطيبه درتها غادي واحد الشهر، ودارت لي واحد البرودوي ما نقدرش دابا نقول السميه ديالو، ولكن ما خرجاتليش داك الشيء اللي باغا. انا اصلا شعري مجر بحال موج وغليظ
ولكن ماشي كما يقولوا كرده، يعني ماشي شعري غير الزغبه واقفه، هو غليظ وواقفه. يعني انا دابا بقيت بحال بغيت نعاود الترطيبه، واش ممكن ولا لا؟ واخا شحال ديال الوقت باش درتي الترطيبه الاخرى؟ شحال ديال الوقت؟ هذه شهر، هذه شهر تقريبا، شهر ميم با ميم با. ولكن وحيت هي دي خفيفه، هذه راه اخر ما خرج، المهم ما بقاتش نقول الالوان فيها. انت ما رضيتيش حيت ما خرجاش لك يعني ديك الطوبيه اللي بغيتي في الشعر، بغيتي تعاودي؟ دابا خافي لابد من نصوبو، انا ما بغيتش حتى واحد المره، حيت هذه واحد العام باش درتها، دارها لي واحد السيد خرج لي زوين، واخا كان يطيح لي كلشي، ولكن كون من تنطلقو بحال تقولي مصوبه شعري بالششوار. وحاجه اخرى عافاك بغيت نسول اختي تقطع لي التليفون، تقول عافاك انا عندي القشره بزاف شعري، بغيت نعرف واش يعني قشره بزاف، بغيت نعرف واش من الترطيبه ولا زعما زعما حوايج اخرين. واخا وهذا السؤال عافاك حتى الاخت حوريه الله يعطيك ان شاء الله ممكن الله يعطيك على راس العين. اييه تفضلي. عافاك بغيت النمره ديال العنوان، حيت انا في المحمديه، الا كان ممكن العنوان ديال الاخت فتيحه واخا الرقم، الا كان ممكن. ما كاين حتى مشكل، خليك معنا، خليك معنا نرجعو للستوندار. وشكرا لك بزاف، ونجاوبو على التساؤلات ديال وفاء من المحمديه. 16 سنه وهي كدير الترطيبه وما رضاتش على هذا المنتوج الاخر اللي دارت، لانه حسات انه ما رطبش لها الشعر بشكل كافي، وبغات تعاودها مره اخرى. هي كتسول واش ممكن يعني في هذاك التوقيت شحال تحترم الوقت. يمكن لها تعاودها في واحد المده ديال مثلا شهر، إلا كانت كيف تتقول هي أنها واصلة شهر، يمكن لها تعاودها في مدة شهر. أكونديسيون الشرط هو أن خصها تخليش شعرها ما تكون ما يكونش ما تغسليش، دونك تخلي واحد خمس أيام ولا ست أيام يكون بلا غسيل. وملي تعاودي تعاودي لوبيراسيون، يعني هاد التقنية هادي تعاوديها، الأخصائي اللي غادي يعاودها لك يحاول يحترم النقط ديالها، ما يخليهاش لك شعرك بزاف، وما ديريش لها شي سوخ دو شالوغ، ما ديريش مثلا الكاسك أو السخونية باش تعطي النتيجة، حيت شعرك واخا تقولي بأنه راه صحيح وبأنك راك درتي مثلا ترطيبة شحال من سنة، راه لا بدا يقدر يوصل واحد الوقت اللي الشعر ديالك ضعف المناعة ديالو وما يقدرش يتحارب مع هاد لوبيراسيون ويعطيك مشاكل. دونك ديري واحد المناعه ديال راه هادشي اللي يعني انت كخبيره واختصاصيه في مجال الحلاقه والتجميل، وكتاكدي على انه راه ديفريزاج راه الا ما غادي ياثر على الشعر. نعم. على المدى البعيد وعلى المدى القريب، دائما كنسمعوا نفس المشكل اللي قالت لنا وفاء. نعم. يعني خبيره كتقول هادشي، ولكن راه يعني سيدات اللي داروها 10 سنين 16 عام كيف ما اكدت لينا وفاء، وكتشوف على انه الشعر ديالها باقي قوي، باقي ناشف، باقي يعني مرطب. ممكن ان شعرها يكون عنده واحد يعني واحد القوه، واحد المناعه، تبارك الله. كاين بعض السيدات اللي تكون عندهم هذه الخاصيه، ماشي كلشي عندهم، ولكن دي زيكسيبسيون، يعني الناس اللي عندهم الخاصيه ديال ان الشعر ديالهم تيكون صحيح، تيقاوم المواد. ولكن انا تناكد لها ولو شعرها يكون صحيح، تحافظ لي على الصحه ديالو، ماشي تزيد تهلكو، ماشي تزيده. ما تبقاش تسنى، يعني النصيحه اللي تنوجد لهاد السيده هو ما تبقاش تسنى حتى شعرها يبدا يعاني من مشاكل خطيره عاد غادي نوقف وندير النداء ديالي باش نصلحو. لا، حافظي عليه ما حدو هو صحيح. درتي مثلا ترطيبه واحد مثلا دابا تقولي بان ما كاملش الشهر، مزيان يعني فوتي شهر وخلي شعرك يتوسخ شي شويه، ما ديريهاش مثلا شعرها يكون نقي، وتشوف اخصائي اللي مزيان يصوبها لها. ملي يصوبها لها يحترم لها سميتو الطريقه ديال الاستعمال، التقنيه والمده، التقنيه والمده، ومن بعد تلتجئ لبعض العلاج. وكنصحك الاخت باش ما فيها باس الا درتي بروشينغ مره في السيمانه، ما عنده ما يدير للشعر، بالعكس البروشينغ تتعاون الزغبه باش كطوع، يعني باش تبان لها النتيجه ديال الديفريزاج. بالنسبه للقشره غادي نجاوب عليها، وغادي نكملوا باقي المكالمات اللي معنا ونتعرفوا على تساؤلات المستمعات. معنا فاطمه من مراكش. الو فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه. شكرا اختي، وكنشكر مستقبلات المكالمات. مرحبا لا. انا واخت فتيحه العماري. الله يبارك فيك، مرحبا لا. الله يجازيك بخير. بغيت نسولك انا على ذاك السيروم اللي كيديروا للشعر، إيه؟ واش مزيان ومعايش كيدار؟ الله يجازيك بخير. معايش كيدار يعني كيفاش الطريقه، كيفاش نديروا ولا فوقاش؟ كيفاش نستعملوا؟ الله يجازيك بخير. ما كاين حتى مشكله فاطمه. والدينا ووالديك شكرا لك بزاف فاطمه. واخا ان شاء الله. على راس العين نجاوبوا. السيروم اللي كنديروه. نعم. يعني نعم، بالنسبه للسيروم، شنو هو السيروم؟ يعني القاعده ديالو هو ماده اللي كتكون زيتيه، ولما كنديروه تنديروه للشعر اللي تيكون ناشف قبل البروشينغ ومن بعد البروشينغ. والدور الاساسي ديال السيروم هو الحمايه. اذا السيروم كيمكن لها ديرو قبل البروشينغ ولا بعد البروشينغ، يعني بعد الغسل.
وهو على حسب الماده ما كيتغسلش. يعني ملي شعري يتغسل ويتنشف نديرو قبل كاع ما يتنشف يكون كاع فازك. أيوه. مثلا شعر بحال دابا اللي تيكون حرش بزاف واقف او تيتصباغ يعني او عنده صعوبه في المشط ديالو، السيده ما كتبغيش تمشط كي تسهل الزغبه فوالا يعني تيسهل فوالا هو الدمال يعني كيرطب الزغبه ومن تو كيحميها يعني لو سيروم مزيان تقريبا سيروم الا كان ولا ما تيديرش البروشينغ مثلا الا كانت هي صغيره في السن مثلا باقي ما كديرش مثلا البروشينغ وبغات يعني حتى قالت لي بنتي يعني بغات الام انه تدير لها السيروم ما كاينش مشكل بعد الحمام ديروا لها ما كاينش مشكل اللي تبغي تمشط لها الشعر ممكن دير قطرات منه ما كاينش مشكل الا كنصح به في واحد الحاله ديال الشعره الا كانت السيده شعرها ميدم عندها الجلده ديالها فروه الراس كاين اللي دام بزاف تحاول دير السيروم غير في الطول ديال الشعر ما تقيسوش الجدر بالنسبه اللي عندها يعني شعر انا في الوسط ديال الشعر لا في الاطراف الثانيه ديال الشعر لا هو السيروم فوالا هو السيروم هو ماده اللي كنعطيو تنصحوا به وتنعطيو ليتيليزاسيون ديالو يعني الاستعمال ديالو لطول الشعر ماشي للجلد الجلده عندها ماده اخرى اذا السيروم يمكن لها تستعملوا لبنتها ما كاينش اشكال حتى بعد الغسل ماشي قبل الحمام من بعد الحمام اللي كتغسل من بعد الحمام كيمكن لها ديرو قبل البغوشينغ او من بعد البغوشينغ ما كاينش مشكل واخا اس ام اس بعثت لنا بي خديجه من مكناس كتسولك فاتحه هاد السيمانه قالت هاد السيمانه درت ترطيبه اباز ديال الويل دو جوجوبا كولور روج وخرجات زوينه ولكن دابا كنمشط كيطيح من لي غاسين يعني من الجذور فقولي لي شنو غادي ندير عفاك وانا خليتها 25 دقيقه ما بين يعني التصاويبه ديالها ويمكن يعني 25 دقيقة هذه المدة اللي دارت 25 دقيقة ممكن دير هاد المشاكل دائما تنأكدوا بأن ديفريزاج على حسب المشكل ديالها شعرها يمكن ما بقاش عنده القوة باش يستقبل مادة ديال الترطيبة دونك دابا عندها لا شوت واش ما عندك من جدر ولا غير الشعر ديالها كتقصف واش من جدر قالت من جدر كيطيح ليا من لي غاسين كيطيح لها من لي غاسين اذا غدا تحاول ما امكن تقوم بعد العلاجات ديال شعرها مثلا غنحاول نعطيوها واحد الكونساي في الاخر يعني كونساي في الاخر ديال الحلقه باش تعاون شعرها ما يطيحش بزاف ولا استمرت لا شوت حاولي تاخدي لي لوسيون اللي كيكونوا اونتي شوت تاخذ اللوسيون اللي تيكون اونتي شوت يعني غادي نعطيوها فوالا فوالا ان شاء الله نعطيوها الكونساي من بعد واخا معنا مكالمه معنا سعاد من الدار البيضاء الو سعاد يا اختي سناء صباح الخير صباح النور سعاد لاباس عليك الحمد لله بارك الله فيك انا فرحانه بزاف اللي شفتي اليوم الخطوه مرحبا لاله سعاد الله يبارك فيك تفضلي كنشكرك بزاف وتنشكر الدكتوره وتحيه للطاقم كله ديال ميد راديو مرحبا بسلامك شكرا نشكركم بزاف عافاك اختي بغيت نسول الاستاذ على الشعر ديالي خاوي لي اختي بزاف من القدام كان شعري زوين كان قوي وطويل وزوين ولكن انا دخلت عليه اختي مشيت درت لي ديك الحنه السوداء انا عمري ما درت صباغه لشعري ولا مشيت درت ديك الحنه السوداء مني درتها وشعري ما بقاش بيطول ليا وخوى ليا من القدام بغيت اختي شي وصفه الله يجازك بخير باش يطول ليا ويعمر ليا شويه القدام وشي حاجه تحيد ليا شويه الشيب دالي فيه شويه الشيب واخ الله يجازيكم بخير تحيتنا لك سعاد اياه هي دارت نعم الحنه نعم السوداء معروفه نعم بالنسبه للحنه السوداء واش دارتها غير مره ولا كتعاود تكررها دائما؟ لا درتها شي 3 فوا ثلاثة د المرات ولكن ما تنديرهاش كل ساعه تنبقى واحد المده طويله عاد كنعاود ندير ساشي اخرى واخا وملي تديريها لاله سعاد شحال تتخليها في هذا في شعرك شحال ديال الوقت؟ بحال دابا كنبغي نمشي للحمام مثلا مع ديك الربعه كنديرها مع ديك ثلاثه الربعه كنخرج للحمام غير كندخل كنحيدها هي الاولى كتدخلي بها للحمام كندخل بها للحمام غير كنحيدها هي الاولى عاد كنغسل شعري عاد كندير شامبون الاخت سعاد هو هذا الحنه السوداء شي شويه قاصحه على جلده يعني بزاف السيدات يوقعوا لها مشاكل بسبب الاستعمال ديالها لدرجه انه لو كيخلطوها يعني تم مع الحنه اللي كدار في اليد باش كتعطي داك اللون كحل واللي عطات واحد المشاكل الحنه السوداء مالوغوزمون فيها واحد الماده خايبه بزاف يعني ما وهي اصلا حناء اللي ماشي كاع مقننه يعني ما كتدخلش بواحد الطريقه اللي هي ما تدخلش وما كتعرفش حتى المواد اللي كاينين فيها الداخل لان كنعرفوا بان راه كاين مواد اللي هي واخا هي طبيعيه موجوده عندنا طبيعيه ولكن راها سامه ماشي كلشي المواد طبيعيه مزيانه دونك الحنه السوداء ما عمرها ما كانت مزيانه كاين الناس اللي كيديروها ما تيوقع لهم والو وكاينين ناس اخرين اللي كدار لهم الجلده ديالها اذا بالنسبه للاخت سعاد انا دارتها ومشات بها الحمام يعني خلات الوقت كثير وعاود دارتها ثلاثه ديال النوبات مع الحمام لان حتى غير الحمام بوحدو
راه تيضعف القوه ديال الجلده. عاد نزيدوا عليها الحنه. اذا هاد تحاول ما امكن ما تبقاش تدير هاد المواد هادو ديال الحنه السوداء. الا بغات دير الحنه العاديه اللي كنعرفوا حنا ممكن هذيك ما عندهاش الاستعمال ديالها مزيان. بالنسبه للحمام تحاول ما تبقاش تجلس في السخونيه بزاف وما تبقاش تمشط في شعرها بزاف لان داك المشيط حتى هو تيضر بالكوير شوفيلو. ومن الاحسن تاخذ هذا باش زيوت مثلا ممكن انه تنصحيهم بها انها تدهن بهم الشعر اللي كيساعدوا يعني مثلا في تقويه الشعر ولا بالنسبه للزيوت اللي كتساعد على التقويه هي زيوت شويه قليله ماشي كلشي الزيوت. الزيوت كتصلح واحد النسبه كتصلح للشعر الجاف. اما بالنسبه للشعر اللي كتقول لا سعاد ان خفيف ولا فوالا خفيف اذا سعاد غيكون عندها مشكل ديال الجلده ديالها ما بقاش كتنبت ليها يعني الشعر ديالها يعني ما بقاش عندها بلا غوبوس ما بقاتش عندها بزاف. اذا هاد لا غوبوس كيمكن ليها تستعمل مثلا بحال دابا تنقولوا زيت الخروع مزيان الماء ديال البصله حتى هو مزيان مثلا الزعتر تديرو في الماء وتخليه حتى كيطلق مزيان تصفيه ودير الماء ديالو تغسل به شويه عاد حتى هو مزيان. دونك كاين بعض المواد الطبيعيه اللي تتساعد على لا غوبوس ولكن حتى هي تساعد الاستعمال ديالها مثلا ما تستعملش اي حاجه على شعرها يعني تصحح من هاد الاخطاء اللي كانت كتقوم بها من قبل واللي كدير بالشعر. دونك عندها الشعر خاوي من القدام كتعرف اوتوماتيكمون بان الجلده ديالها راه ضعيفه اذا ما نحطش على اي حاجه الا اذا كانت شي استشاره. نوصلوا باقي المكالمات معنا فاطم زهره من مراكش. الو فاطم زهره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا باخت سنة. الله يبارك فيك لالا. مرحبا لالا. حنا من ديما حنا متابعينك انا وصاحبتي وتنشكرك بزاف. مرحبا لينا الشرف. مرحبا. عافاك اختي عندي بنتي عندها 6 سنين وشعرها شويه حرش وباغا ندير لها ترطيبه. وكاينه هذه الترطيبه ما نقولكش سميتها ديال مصوره فيها بنات صغار. يعني صحيه ليها ولا لا؟ الترطيبه اللي كيديرها الكحل ياك؟ اييه ياك. لالا هاد الترطيب الا سمحتي فاتحه وانا كان عندي واحد السؤال بالنسبه للمزيان اللي ذكرتنا به فاطمه الزهراء. دابا ولينا كنشوفوا الافريقيات اللي هما مستقرين معنا هنا في المغرب وهذه الخدمه ديالهم وكيديروا يعني هاد الترطيبه ولكن بغيت غير نسولك واش هاد الكريمات اللي كيديروا الافريقيات المغربيات يعني واش عندنا حنا نفس الطبيعه ونفس يعني الطبيعه ديال الفروه ديال الشعر وديال الراس؟ احنا ماشي بحال بحال لانه بعد ما كتكون وحده الشعر ديالها مثلا ماشي حرش بزاف غير تموج كيف ما قالت لنا وفاء في الاول وكدير مثلا الكريم ديال الافريقيات اللي عندهم هما واحد الطبيعه ديال الشعر ديالهم مختلفه تماما على الشعر ديالنا. خطا لان احنا لي ماروكان يعني المغربيات ما عندناش نفس لا ميم تكستور ديال الشوفو بحال الافريقيين. الافريقيين كان عندهم واحد النوع ديال الشوفو اللي حنا ديال الشعر اللي كنسموه حنا ديال الشوفو افرو يعني الشعر اللي تيكون حرش بزاف. هما عندهم الشعر حرش عندهم الشعر فخيزه يعني مخرص بزاف وعندهم الجلده ديالهم قويه وعندهم مناعه قويه. هما الشعر ديال الافريقيين واحد النوعيه اللي هي خاصه ماشي بحال الشعر المغربي. الشعر المغربي واخا هكاك حنا عندنا الشعر اللي هو عندنا حرش ولكن ماشي حرش بحالهم هما. اذا هنا ما خصنا نقدروا مثلا نشوفوا تقنيه دارتها واحد الافريقيه عجبتني ولكن انا تنصح السيدات ما تبقاش تبعوا غير الريزولتا غابيد. مثلا انا بغيت ندير ديفريزاج دابا باش شعري يخرج رطب حرير ولكن نفكر بان واحد من هنا واحد شويه غاد الشعر غادي يطيح. القوه اللي عندهم هما ماشي هي اللي عندنا حنايا. الشعر ديالنا ماشي بحال بحال. ممكن هما مثلا يعني متمكنات في التقنيه ديال الجباد مثلا ديال هذا وممكن يعني من الافضل مثلا ناخذوا حنا الترطيبات ديالنا اللي كتمشي مع الشعر ديالنا ونعطيوها هما يخدموها لينا. ماشي مشكل الخدمه تقنية ما كاينش يعني مشكله كانت كانت اخصائيه عندها مثلا تبارك الله عليهم هما بارعين في لي تريس ديفريزاج انهم تيخدموا بزاف لان في البلادات ديالهم تيخدموا لي ديفريزاج بزاف. دونك عارفين التقنيه مزيان ما كنهضرش على التقنيه ولكن بالنسبه للماده اللي عندهم هما قويه على شعرنا حنايا. دابا عرفتي هاد الكريم اللي قالت لنا يعني فاطمه الزهراء بالنسبه للبنت ديالها وهي عندها مازال 6 سنين. انا تنصحها بان البنت 6 سنين مازال ما عندهاش المناعه الكافيه باش تحارب لنا اي ماده ديال الديفريزاج. يعني الا بغات بنتها تهلا في بنتها كاين البنيتات اللي عندهم تبارك الله الشعير قوي بزاف وحرش وتتلقى الام صعوبه باش تمشط وداك الشيء يمكن ليها دير ولكن تاخذ ماده اللي هي من اما من شركه كوزميتيك اللي كتحط اللي عندها المعايير ديال لا سونتي ولا تاخذها من عند لا فارماسي. دونك ماده اللي تكون شويه ما فيهاش لا صوت خفيفه قبل ما ديرها ويديرها لها اخصائي. نعم. نوصلوا باقي المكالمات معنا الهام من مراكش.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فاطمه من مراكش، مرحبا لالا. شكرا اختي بزاف، الله يبارك فيك. الله يخليك. بغيت نسول الاخت فاطمه، انا الشهر هذا باش درت ديك الصباغه الكحله ودابا عاجبني لي، واش بغيت نديرهم، واش ممكن ولا لا؟ صباغه كحله شنو كتقصدي بها؟ يعني صبغتي الشعر ديالك باللون كحل ولا درتي ديك الصباغه؟ اي ديك الصباغه العاديه ديال اللي فيها الحنه. اييه الله يستر عليك. اييه واخا. تنصحك لي ماش ما تيطلعوش فوق اللون كحل، لان ملي تنديروا صباغه كحله، صباغه كحله عندها واحد القوه كتدخل لينا في القلب ديال الزغبه. اذا ملي تنبغيو نديروا لي ماش اش خصنا نديروا؟ خصنا نديروا واحد العمليه ديال الديكاباج، يعني كنسحبوا داك اللون اللي دخلناه، خصنا نعاودوا نسحبوه. اللون الكحل. نعم داك نعم داك النود داك اللون الاسود اللي حطيناه في الاول دارتها طبيعيه. هي قالت يمكن درت هذيك الصباغه الصباغه ديال الحنه السوداء اللي ذكرت لنا نيت سعاد ديال سميتها. حتى هي عندها قوه، هذيك عندها حتى هي قوه باش كتدخل في قلب الزغبه. اذا ملي غنبغيو نديروا لي ماش خاصنا ندخلوا قلب الزغبه ونسحبوا ذاك اللون الاسود عاد باش يخرجوا لنا لي ماش. اذا غادي غادي تصبر حتى تخلص من هذا اللون. ما غادي ما بلا ما دير لي ماش، لان غادي ما غاديش يخرجوا لها لي ماش، وغادي يخرجوا شي لون، يخرجوا لها ليمونيين، يخرجوا لها ذاك اللون ديال الخيزو. ما تيبغوش السيدات من الاحسن تحتفظ المظهر ديال الشعر ديالها، تحتفظ باللون الاسود من الاحسن، وتخليه حتى يبدا يمشي، وما تبقاش دير عليه صباغه كحله. هذا تشوف اخصائي باش يعرف كيفاش غيدير لها داك صاحب اللون. وصلوا باقي المكالمات معنا. الهام من مراكش. الو الو الهام. الو يا لالا لاباس عليكم. الحمد لله. انا بغيت نسولك، انا كنت كندير لاكيغاتين شي 3 فوا وعاود ابخي رجعت للديفريزاج. بغيت نسولك واش هاد لالتيرنونس اونتر كيغاتين وديفريزاج غتاثر لي على شعري ولا لو باساج نورمال زعما عادي؟ زعما نكون قفرتها. لا لا واخا خليك معنا الهام، غادي نجاوبوا على التساؤل ديالك بعد الفرق. انا بكم مستمعينا مازال مستمر من خلال برنامج لالا مولاتي، ودائما بحضور فاتحه العماري اختصاصيه في مجال الحلاقه والتجميل. اليوم كنتكلموا معها على الديفريزاج الترطيبه، ومازال كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. الهام سولتك على لاكيغاتين، وبالنسبه للسؤال اللي بغيت نطرحه عليك فاتحه، كنعرفوا على انه في مجال التجميل والحلاقه يعني كيتطور بشكل كبير، يعني بشكل موسمي تقريبا دائما تيخرجوا منتوجات وكريمات جديده وتقنيات جداد. فواش كاين فرق ما بين ديفريزاج الترطيبه اللي كنستعملوا وما بين يعني الكيراتين وما بين يعني البوتوكس ديال الشعر، ولا على حسب القدره ديال كل سيده؟ يعني الديفريزاج هو الكيراتين هو البوتوكس، خاص غير القدره يعني الماديه تكون عندها السيده، ان القدره انها بدل ما انه تمشي للديفريزاج تمشي للحويجات اللي هما خارجين دابا واللي تاهما عطاو الفعاليه ديالهم. نعم بالنسبه للديفريزاج لاكيراتين بوتوكس هما ثلاثه ديال التقنيات مختلفين، يعني مختلفين لا من ناحيه ديال الاستعمال لا من ناحيه ديال الماده. بالنسبه للديفريزاج هضرنا عليه بزاف يعني كل المشاكل ديالو، ولكن بالنسبه لاكيراتين هو لاكيراتين هي تقنيه اللي هي زوينه عطات نتائج ايجابيه. بطبيعه الحال شويه غاليه، دونك السيدات ربما اللي ما عندهاش انا مازال ان شاء الله غادي نديروا حلقه على لاكيغاتين باش نعرفوا ندخلوا عاوتاني في الاسواق. فوالا دونك باش نجاوب على السؤال ديال الاخت، هو انها دارت لاكيغاتين ثلاثه المرات قالت لنا ثلاثه المرات، ودابا دارت ديفريزاج. اذا بالنسبه لاكيغاتين دارتها ثلاثه المرات وموقع لها حتى شي حاجه، يعني شعرها بقى مزيان. غادي تزيد عليه الديفريزاج، شحال ديال المده ما بين لاكيغاتين والديفريزاج؟ شحال باش دارت لاكيغاتين؟ السؤال ديالي تنوجه الاخت، شحال باش دارت لاكيغاتين؟ هي ما بقاتش معنا على الخط ولكن ممكن على انه هي تجاوب راسها وتعرف. اذا في خلال ديال شهر من بعد لاكيغاتين، لان المعروف انها لاكيغاتين كيخص تقبط ليها واحد 3 شهور. اذا الا دازت 3 شهور ما كاين حتى شي مشكل تبغي دير ديفريزاج، انما تحتاط من ديفريزاج دير ماده مزيانه وتحتاط منها في المده والتقنيه في التقنيه ديالها، ما كاينش مشكل. معنا مكالمة أخرى، مريم من مكناس. ألو مريم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. شكرا بزاف على هاد البرامج القيمة اللي كنستافدوا منها لا في مجال الطبخ ولا في مجال التجميل. شكرا. الله يبارك فيك، مرحبا لالا مريم. كنشكر الدكتورة اللي معك. أييه. أخصائية في التجميل. أخصائية، شكرا بزاف ليها. أييه. عرفتك يا حبيبة، أنا عندي أنا كنت صبغت شعري شي 4 المرات متفرقة، زعما شي عام بين كل وحدة وحدة. مؤخرا وليت ندير واحد خليطة فيها بحال هكا جوج معالق ديال الصابون البلدي، جوج معالق ديال الزيت البلدية، صفر بيضة، معلقة ديال قهوة سريعة الذوبان، ومسكر عاد الأكسجين. كنديرو مدة ساعتين في شعري، درتو شي 3 د المرات. شعري ولا بحال اللي بدا تيحرش، وهو عندي قوي من التحت ولكن من القدام
خفيف وانا عندي شويه الجبهه كيخوى لي بزاف من الجناب يعني وليت تنتحرج ما عرفتش واش هادي تاع التخطيط اللي كندير ماشي هي هذيك ولا ما عرفتش شنو. نعم الاخت انا تنصحك التخليطه ما تبقاش تعاودي ديريها لان اشنو هو الافاده من هذه التخليطه هذه؟ واش باش تحصلي على لون او باش تعالجي شعرك؟ اشنو هو علاش كنت ديريها؟ بغيت الزعر زعما وما كيخرجليش ما غاديش تخرج لك هذه التخليطه هذه ما غاديش تخرج لك لان فيها مواد مختلفه وكاينه مواد طبيعيه اللي ما غاديش تفيدك في اللون. فاش شنو هذه الوصفه اللي قدمت لنا يعني دابا شنو هي الضرر فيها مثلا؟ واش داك الاكسجين اللي كنستعملوه على الفرن ديال الراس ولا الضرر فيها هو الضرر فيها هو صابو البلدي لان خاص صابو البلدي راه ماشي ماده طبيعيه لانه تتحول تحول تيتفاعل القهوه زائد القهوه شنو كدير القهوه ماده يعني غادي تعطي غير اللون صفر ديال البيض انه تينشف يعني ما عندها حتى شي ما عندها حتى شي هدف ديال الا كانت كديرو كمثلا ماده غدير بها اللون ما غاديش يعطيها اللون لان اللون عنده تقنيه خاصه باش كنخرجوا اللون التقنيه ديال لاكولوغاسيون يعني باش تصبغ شعرها تتكون ماده خاصه وتتكون واحد النمره معينه حنا كنعرفوها باش كنديروا عليها من بعد ما كنديروا لها الدياغنوستيك لشعرها لان بعد باش يمكن لنا نحصلوا على لون يعني اما الصباغه طبيعيه نبقاو في المواد الطبيعيه نعم. كامله وصفه كامله تكون طبيعيه اما نمشيو للصباغه ديال المواد الكيماويه واللي بالنسبة على حسب الماركه ديال كل نعم بالنسبه للتفتيح انا بالنسبه للتفتيح للسيده اللي بغات تفتح شعرها خاصة تشوف واش شعرها بعدا كحل ولا شوية قوي إلا كان كحل صعيب على باش تفتح بالمواد الطبيعية إلا كان كحل لكن مثلا عندك كحل بزاف ما غاديش تقدر توصل للتفتح ولكن إلا كان شعرها مثلا داك قهوي عنده داك القهوي كيمكن ليها دير مثلا بعد بحال دابا لاكامومي مثلا لاكامومي البابونج مزيان كيقدر يفتح لها شي شوية دابا الا سمحتي فتيحة بالنسبه لهاد الوصفه لانه كيف قلتي فيها الاكسجين ربما يقدر ياثر على الشعر واخا هو كيفتح اللون يعني هذيك الوصفه مثلا اللي غادي نديرو جدودنا قبل كانوا كيستعملوا الصابون البلدي وما كانش عندهم هذا المشكل لانه كان كيرطب لهم الشعر ديالهم ربما كانوش كيديروا هاد الكريمات وهاد المنتوجات وهاد الشامبوانات ربما في الاختلاف في هذوك المواد اللي ولاو دابا كيضافوا للصابون البلدي حاليا هما اللي كيعطيو الضرر ماشي الماده بحد ذاتها. الصابون البلدي كيختلف الصابون البلدي ديال دابا كيختلف على الصابون البلدي ديال زمان ماشي بحال بحال لان كنعرفوا حنا جدودنا كانوا كيديروا بالفعل مواد طبيعيه ولكن كانت طبيعيه محضه ما دابا نشرحوا للناس لانهم ربما يقول لك ولا الصابون البلدي يعني كنا كنغسلوا به وما درنا حتى شي حاجه بالعكس كنطب الشعر ولكن دابا اختلفت الامور اختلفت دابا ولا الصابون البلدي ولات فيه اختلاف وانواع ولينا عاود الجدود ديالنا ما كانش عندهم ما كانوش تيديروا مواد اخرى كانوا تيديروا غير يعني اللي طبيعي ما كانش تيصوبوا بزاف حنا لا حنا تنصوبوا تنديروا لي كولوغاسيون حنا يعني كنخدموا في شعرنا ما يمكنش نقارنوا هاد الزمن الحالي ديالنا بشحال هادي دائما نفكروا بان الزمن ديالنا تطور وكل ما الوقت تطورات كل ما المواد حتى هي كتطور وكل ما المشاكل حتى هي كتطور دونك ما ننساش نعم غادي نختموا اخر مكالمه للاسف ما بقاش لنا الوقت واكيد على انه كاين ما يتقال في هذا الموضوع ومازال ان شاء الله نسقوا معك في حلقات مقبله باش نتكلموا على كل المواضيع التجميليه اللي كيخص السيدات لانه الوقايه كتبقى خير من العلاج وضروري ان يكون واحد الدرجه ديال الوعي عند السيدات والفتيات كيف قلتي انه خصنا نعرفوا نخافوا ونحميوا الشعر ديالنا والجمال ديالنا لانه ماشي المهم هو انه داك الشكل اللي غادي نوصلوا ليه لانه يقدر ياثر خصنا كل حاجه تكون موزونه ومعقولة نعم. ونديروها نصيحة صحيحة نعم نصيحة نقدمها للزبناء قبل من النصيحة غادي نختموا بها معنا آخر مكالمة معنا زينب نعم. من الدار البيضاء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله زينب الله يخليك بغيت واحد السؤال أييه تفضلي أنا عندي الشعر ديالي فتح بزاف أييه وبكي خوالي شوية من القدام وهادشي عندنا تقريبا وراثي في العائلة عندنا كلنا شعرنا هكا خفيف ولكن يلاه بدا أنا عندي هذا المشكل في العمر ديالي 25 سنة وحاليا بديت كندير واحد الوصفه طبيعيه وبغيت نستشر مع واخا تفضلي واش عندها مفعول ولا لا كناخذ خليط ديال زيت القطران وزيت الثوم وزيت البصل وزيت العود وندهن بهم شعري قبل ما نمشي للحمام بغيت نشوف واش هاد الوصفه غادي تفيدني ولا لا الوصفه مزيانه اكونديسيون القطران ما تكثريش منه لانه شويه الريحه ديالو يمكن لها تاثر عليك بالنسبه للبصل والثوم مزيانين ولكن انت من بعد الاستعمال ديالو غتحاولي تترقبي ديك لاشوت ديالك واش نقصات ولا زادت
الا هي نقصات راه مزيان غتبقاي ديري هاد الوصفه، والا هي لاحظتي بان كاين واحد مثلا لا شويت كتزاد غتحبسيها. علاش غادي علاش تنقول لك هاد الهضره؟ لان الزيوت دابا انت عندك الشعر تيطيح لك، هاد الشعر اللي تيطيح تينتج على الافرازات اللي هي دهنيه كثيره في الجلده ديالك، وكيف ما قلتي انت بانه هاد الشيء تيرجع للوراثه ديالك. اذا انت عندك زيوت كثيره في الفروه ديال الراس وزدتي على زيوت اخرى، هذاك الزيوت واش غادي تحارب لك الزيوت ديال الجدر ديالك او غادي تتم ترسبات اخرى؟ يعني ديك الزيوت اللي زدتي غيولي ترسب اللي هو كثير. اذا الا مشى معاك مزيان كمليه، ما مشاش معاك قطعيه. والا ما مشاش معاك تعرفي بان الزيوت اللي زدتيها على الزيت ديال شعرك، يعني الزيوت اللي زدتيها والزيوت اللي في شعرك، يعني ولا عندك واحد الترصف ديال الدهنيات كثيره في الجلده ديالك، غتخنق الجلده وما غتخليش واحد لوكسيجيناسيون ديال الخلايا ديال فروه الراس، وغادي تبقى عندك ولا شوت غادي تبقى عندك غاده مستمره او ممكن تزيد على حدها. في ختام لقائنا اليوم فتيحه، شنو نصيحتك اللي ممكن انا نضيف فيها لكل المستمعات اللي كيسمعونا اليوم؟ نعم، نقدم لهم واحد العلاج بسيط جدا وسهل وما تيتكلفش بزاف بالنسبه، غنقدموا للسيدات اللي عندهم الشعر جاف، بما ان الموضوع اللي كان عندنا ديال الشعر جاف اللي وحرش بزاف. ياخذوا زيت ديال الخروع وزيت اللوز، ولا كان ممكن زيت ارغان، ويزيدوا عليه الزيت ديال النخل ديال لوبان، ولا في بلاصه زيت البالم لما لقاوش ياخذوا بور دو كاريتي. البور دو كاريتي اما زيت النخل اما بور دو كاريتي، فوالا ياخذوا بور دو كاريتي اللي كتباع عند الاخصائي اللي تيبيعوا الزيوت الى اخره، ويخلطوها بواحد زيت الخروع، زيت اللوز، زيت ارغان، فوالا، وزيت النخل ياك، ولا نعوضوها بور دو كاريتي. بور دو كاريتي هذا زيت النخل يعني سي لو ويل دو بان، مزيان بزاف الى غيش اون هيدراتاسيون، مزيان بزاف كيدم الزغبه وتيرطبها، وحتى من بعد الغسل الزغبه كتبقى رطبه، كتنزل الزغبه، كتنزل الزغبه بواحد الشكل اللي هو صحيح، واحد الشكل اللي هو سليم، يعني الزغبه ما كتعانيش من اللي دام بزاف. حيت هاد البور دو كاريتي كتكون بحال الكريمه، يعني ملي نخلطوها على مع هاد الزيوت نديروا نفس التقنيه اللي كنديروا في الطبيبه. بور دو كاريتي كنسخنوها شي شويه، لان هي تتكون بحال الزبده، تتكون كريمة عقده شويه، تنسخنوها شي شويه وتنخلطوهم، تنديروهم في شعرنا، تنخليوهم مده ديال غير نخليهم على الشعر، ولا نديروا نفس التقنيه اللي كنديروا، يعني كنجبدوا لا كنديروا غير ابليكاسيون ديال اللي زويل شعرنا سهله، يعني يمكن لها ديرها في دارها وهي في لاكويزين، يمكن لها ديرها حتى في الحمام، يمكن لها ديرها وهي مزيانه. في الصراحه الامهات اللي كيسمعونا اليوم ممكن يديروها للبنيات ديالهم، ما مشيو للمواد مازالين صغار والمناعه ديالهم ما كاينش مشكل، يمكن ديرها لبنت صغيره، ديرها للمراه، ديرها لاي سن صالحه، تخليها المده ديال 20 دقيقه ومن بعد كتغسل الشامبوان ديالها ودير لو ماسك ديالها من بعد. اكيد لانه الزيوت والبيغ دو كاريتي يعني كلها فوائد، ما غاديش تضر يعني بالفروات ديال نهائياً. الشعر ولا الشعر ممكن نديروها حتى مره في الاسبوع، يعني فوق ما نمشيو لحق من الحمام ممكن نستعملوها يعني ممكن اسبوعيا. ممكن نستعملوها، هي زيوت مفيده، البيغ دو كاريتي حتى هي مفيده، البالمي لويل دو بالم حتى هو مفيد، ما كانش فيهم خطوره ولا. تبارك الله عليك فتيحه العماري، كنشكرك بزاف بزاف على كل هاد النصائح اللي قدمتي لنا، نصائح تجميليه فيما كيخص الديفريزاج، واكيد على انه غنسقوا معاك لانه كاين مواضيع كثيره. نعم. اللي ممكن نتكلموا فيها ونفيدوا المستمعات وتفيدي المستمعات كذلك بالخبره الطويله ديالك في هذا المجال. نعم. فمشكوره جدا فتيحه العماري، اختصاصيه في مجال الحلاقه والتجميل، اكيد غادي نلتقيوا معها عده مرات يعني من خلال برنامج لالا مولاتي. لحظه مستمعينا، تنشكر كل المستمعات والمستمعين الاوفياء على حسن المتابعه والاستماع لبرنامج لالا مولاتي، نلتقي بكم باذن الله الاسبوع المقبل الاثنين حتى اليوم الخميس دائما مع فقرات متنوعه كلها افاده لكم. تحيه وفاء فائز لرفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه، وسميحه الشوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، ونتمنوا لكم بقيه اوقات ممتعه جدا تقضيوها برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.